مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا مره جديده برحب فيكم وبنوصل للجزء الاخير من بزنس ماج لليوم ومنتابع مع كوتس ابرز التصريحات الاقتصاديه لهالاسبوع من حول العالم. مع اقتراب موعد الانتخابات البريطانية المقبلة وبظل حالة الضعف اللي بتعاني منها منطقة اليورو فضلا عن الصراع اللي بتشهده اوكرانيا، كشف تقرير صادر من ارنست اند يونغ عن امكانية تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني ل 2.4% فقط خلال العام المقبل مقارنة بتوقعات عن 3.1% للعام الحالي. عبيرة عم تقول 2.4% هيدا الرقم بعده بعيد وهالتوقعات أقل بكتير من اللي بيتوقعوا بنك إنجلترا يلي بيستهدف 3.5% و3% خلال عام 2014 و2015 على التوالي، وكذلك صندوق النقد الدولي الاي ام اف عند 3.2% و2.7%. صح باسل، وهيدا الشيء بيعني انه في تفاوت واضح بين توقعات صندوق النقد والمركز البريطاني من جهه وتوقعات ارنست اند يونغ من جهه ثانيه، وبتوقع التقرير انه يضل التضخم منخفض ليبلغ معدل 1.3% عام 2015 بالمقارنه مع اقل مستوياته بخمس سنوات حاليا عند 1.2%. نوصل لخبر بخص محبي القهوة مع دخول لاعب جديد على لائحة أكثر الدول المستوردة للقهوة، فبحسب إحصاءات صادرة عن وكالة الجمارك بلغ حجم الواردات الكورية من القهوة بالأشهر التسعة الأولى من هالعام 99,370 طن بزيادة نسبتها 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويبدو أن حجم الواردات من القهوة خلال الفترة المذكورة أي 9 أشهر بتجاوز الرقم القياسي المسجل ب 2011 مع 92,040 طن، ومن المتوقع أن يسجل رقم قياسي هالعام. واحتلت فيتنام المركز الأول من حيث حجم الواردات الكورية الجنوبية ليوصل ل 23,686 طن، ثم البرازيل مع 17,500 طن تقريبا، وكولومبيا 14,000 طن تقريبا، والهندوراس 9,200، والبيرو مع 6,782 طن. وشهدت كولومبيا زيادة قوية بحجم صادراتها من القهوة لكوريا الجنوبية حيث تجاوز حجم الصادرات من القهوة بالفترة الممتدة من كانون الثاني لأيلول الحجم المحقق خلال العام الماضي حيث سجل 13,581 طن، وبلغت قيمة الواردات من القهوة بالفترة من كانون الثاني لأيلول 382 مليون دولار بزيادة 21.2% عن الفترة نفسها من العام السابق. وبيعود السبب لزيادة الواردات من القهوة لانتشار المقاهي التابعة لنظام الفرنشايز بشكل قوي خلال السنوات الأخيرة، مما ساهم بارتفاع استهلاك القهوة، كما بيعود ذلك لزيادة الواردات الكورية من حبوب القهوة من الولايات المتحدة الأمريكية بفضل تخفيض التعرفة الجمركية نتيجة دخول اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية عام 2012. مع القهوة بالنكهة الكورية بنكون وصلنا لنهاية حلقة بزنس ماك لليوم، نلتقى فيكم بحلقة جديدة السبت المقبل 11 المساء. إذن أرقام عن أرقام بتفرق، بزنس ماك كل الأرقام الأساسية. باي.